معقول انتي ماما في حدا بيمشط السجاد؟ اذا ما عملت هيك بتنتزع دغري. شو ريهام جاهزة مشان نطلع؟ قرب يوصل البابا. شو قلت ابوك؟ بده يوصلنا على الكراجات مشان رحلة المدرسة. انا ما قلت لكم هداك اليوم ممنوع تطلعوا هاي الرحلة؟ قلتي بس حكينا مع بابا ووافق. وافق؟ ومن دون ما يخبرني؟ وانتو اكيد مبسوطين لانه فلتت الامور. لا تعذبي حالك ماما، بابا دفع مصاري الرحلة وبدنا نطلع، ما فيك تغيري اي شيء. يلا ريهام. وصل بابا، رح جيب شنطتي فورا وانزل. كيفك بابا؟ بعدين حبيبي، كيفك انت؟ كثير منيح. لحظة شوي استنى. اتفقنا انه ما ندخل الاولاد بمشاكلنا سيد بهجت، بعدين نسيان انه كرم عنده امتحانات، بدل ما تشجعوا يدرس عم تضيع له وقته. وريهام بنت كيف بدها تروح؟ معقول انت مالك خايف يصير لها شيء؟ يا عيني كل الطلاب رح يروحوا، واذا عن جد في شيء الاساتذه ما كانوا اخذوه. معلش ما تنسى انه انا ام وبعرف مصلحه اولادي اكثر منك ومن الاساتذه. يلا باي ماما، بس وصل بحاكيكي. انا رح سكر الموبايل تبعي، بحاكيكي بعدين. مو على طول انت الصح يا نيرمين، اعترفي شي مره انك غلطانه وحاجه تخنيه الاولاد، ولا بدك اياهم يطفشوا مثلي؟